أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما وحده من كيفه، ولا حقيقته أصاب من مثله، ولا إياه عنا من شبهه، ولا صمده من أشار إليه وتوهمه. لا تصحبه الأوقات ولا ترفده الأدوات، سبق الأوقات كونه والعدم وجوده والابتداء أزله. لا يشمل بحد ولا يحسب بعد، وإنما تحد الأدوات أنفسها وتشير الآلات إلى نظائرها. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في الأسطورة 35، الفتنة رأس الكفر قرن الشيطان. وصلنا إلى الجهة الرابعة، نجد في الأدب والتاريخ والأثر. إذن عندي الكلام كان في جهات، في الأسطورة 35 الفتنة رأس الكفر قرن الشيطان، الجهة الأولى المشرق عند الرازي، الجهة الثانية الشرق الشمال، ونجد العراق عند الوهابية أو عند أتباع محمد بن عبد الوهاب. الجهة الثالثة لم يكن عراق، كانت تبوك ولم يكن شام. الجهة الرابعة نجد في الأدب والتاريخ والأثر. هل نجد تسمية حديثة كما يدعي أتباع ابن عبد الوهاب ولم يكن لها وجود في صدر الإسلام عصر ظهور الروايات فضلا عن العصر الجاهلي؟ الواقع يخالف ادعاءهم والشواهد كثيرة جدا، ومنها في الأدب والتاريخ والأثر. ومنها أولا بلعاء بن قيس الكناني، وفاته في 43 قبل الهجرة، شاعر جاهلي. يقول بلعاء: أتوعدني وأنت ببطن نجدي، فلا نجدا أخاف ولا تهاما. أتوعدني وأنت ببطن نجد، فلا نجدا أخاف ولا تهاما. وطئنا نجدكم حتى تركنا، حزون النجد نحسبها سخاما. إذا صحت القراءة هنا، لاحظ كم مرة تكرر عندنا عنوان نجد: أتوعدني وأنت ببطن نجد، فلا نجدا أخاف ولا تهاما. وطئنا نجدكم حتى تركنا، حزون النجد نحسبها سخاما. هذا أولا. ثانيا، زهير بن أبي سلمى، شاعر جاهلي أيضا، لا أعرف هذا عنوان القصيدة أو مطلع القصيدة. صح القلب عن سلمى وقد كاد لا يسلو. يقول: تهامون نجديون كيدا ونجعا، لكل أناس من وقائعهم سجلوا. تهامون نجديون، إذن نجد وتهامة، إذن هذا من العصر الجاهلي. تهامونه، لكن لا غرابته، كيف تقنع هذا العقل المتحجر والذي يقول بأن الأرض مسطحة وأن الأرض ثابتة وأن الشمس هي التي تدور حول الأرض وأن الليل والنهار هو بسبب دوران الشمس حول الأرض؟ ماذا تقول لهذا؟ كيف يفهم هذا ما نأتي من أدلة وما نأتي به من براهين؟ يقول: تهامونه نجديون كيدا ونجعة، لكل أناس من وقائعهم سجلوا. هم ضربوا عن فرجها بكتيبة كبيضاء حرس في طوائفها الرجلوا. ثالثا، وقال قيس بن الملوح: وإني يماني الهوى منجد النوى، وإني يماني الهوى منجد النوى، سبيلان ألقى من خلافهما جهدا. سقى الله نجدا من ربيع وصيف، وماذا يرجى من ربيع سقى نجدا. رابعا، عروة بن حسام، وفاته في 30 هجري، أي عاصر الجاهلية وعاصر الإسلام. يقول: جعلت لعراف اليمامة حكمه، وعراف نجد إنهما شفياني. جعلت لعراف اليمامة حكمه، وعراف نجد إنهما شفياني. هذا
شاهد بهذه الألفاظ موجود في مروج الذهب وفي رسائل الجاحظ وفي مقدمة ابن خلدون وفي الحيوان الجزء الأول والحيوان الجزء السادس والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. خامسا لسان العرب الجزء الثالث لابن منظور يقول: حرف النون نجد نجد قال الأخفش وما ارتفع عن تهامة إلى أرض العراق. التفت جيدا، وما ارتفع عن تهامة، إذن نجد ما بين تهامة، ما ارتفع عن تهامة إلى أرض العراق. إذن يوجد نجد ويوجد عراق، إذن نجد يقع بين تهامة وبين العراق. يقول قال الأخفش، إذن الكلام في لسان العرب. ابن منظور يقول قال الأخفش وما ارتفع عن تهامة إلى أرض العراق فهو نجد، ونجد من بلاد العرب ما كان فوق العالية، والعالية ما كان فوق نجد إلى أرض تهامة إلى ما وراء مكة، فما كان دون ذلك إلى أرض العراق فهو نجد. ولا زال الكلام لابن منظور في لسان العرب. يقول وروى عن ابن السكيت قال: ما ارتفع من بطن الرمة أو الرمة، والرمة واد معلوم، فهو نجد إلى ثنايا ذات عرق. قال ابن السكيت: وسمعت الباهلي يقول كل ما وراء الخندق الذي خندقه كسراء على سواد العراق فهو نجد إلى أن تميل إلى الحرة، أي لاحظ من العراق مما بعد الخندق من العراق باتجاه المدينة، يقول إلى الحرة، فإذا ملت إليها فأنت في الحجاز. إذن ما بين الحجاز والعراق، ما بين الحجاز والخندق، فهو كل هذا نجد. ابن الأعرابي يقول نجد ما بين العذيب إلى ذات عرق وإلى اليمامة وإلى اليمن وإلى جبل طيء، ومن المربد إلى وجرة وذات عرق أو التهامة إلى البحر وجدة والمدينة، لا تهامية ولا نجدية. الباهلي، ولا زال الكلام في لسان العرب لابن منظور، يقول الباهلي: كل ما وراء الخندق على سواد العراق فهو نجد، والغور كل من حدر سيله مغربيا وما أسفل منها مشرقيا فهو نجد. لاحظ يعطيك حدود نجد، العراق أحد حدود نجد. يقول كل ما وراء الخندق، أي ما وراء الذي ذكره قبل قليل الذي رواه عن الباهلي، عن ابن السكيت عن الباهلي، قال ما وراء الخندق الذي خندقه كسرى باتجاه الحجاز. إذن الباهلي يقول كل ما وراء الخندق على سواد العراق فهو نجد، والغور كل من حدر سيله مغربيا وما أسل منها مشرقيا فهو نجد، وتهام ما بين ذات عرق إلى مرحلتين من وراء مكة وما وراء ذلك من المغرب فهو غور، وما وراء ذلك من المهب الجنوب فهو السراء إلى تخوم اليمن. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جاءه رجل وبكفه وضح، أي بكفه بهق، هذا يسمى عندنا بهق أو براص، هو مرض جلدي عبارة عن ظهور بقع بيض على البشرة. يقول وروي عن النبي لابن منظور، يقول وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه، في كتاب لسان العرب، يقول وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل وبكفه وضح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر بطن واد لا منجد ولا متهم، أي لا من نجد ولا من تهامة، انظر بطن واد لا منجد ولا متهم. من الذي يقول؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهؤلاء الحجارة يقولون لا يوجد نجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن صدور الروايات. يقول انظر بطن واد لا منجد ولا متهم فتمعك فيه، أي تمرغ في ترابه وتقلب فيه، فتمعك فيه ففعل فلم يزد شيئا حتى مات. يكمل يقول قوله لا منجد ولا متهم لم يرد أنه ليس من نجد ولا من تهامة، ولكنه أراد حدا بينهما، فليس ذلك الموضع من نجد كله ولا من تهامة كله، ولكنه تهام منجد. قال ابن الأثير
أراد موضعا ذا حد من نجد وحد من تهامة، فليس كله من هذه ولا من هذه. ونجد اسم خاص لما دون الحجاز مما يلي العراق. لاحظ إذا النجد بين العراق وبين الحجاز. انتهى الكلام في لسان العرب لابن منظور. سادسا، في التاريخ والأثر عن الخليفة عمر رضي الله عنه قد ثبت للعراق ما يخالف قول الألباني وباقي أتباع التيمية. عندي أليف وباء وجيم ودال إلى آخره. أليف، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أهل العراق كنز الإيمان وجمجمة العرب، وهم رمح الله يحرزون الثغورهم ويمدون الأمصار، كما في المعرفة والتاريخ للفسوي وابن سعد في الطبقات الجزء السادس، وتاريخ ابن أبي خيثمة، وتاريخ بغداد البغدادي، وتاريخ الطبري جزء رابع. باء، ابن أبي شيبة في المصنف جزء سادس، أن عمر بن الخطاب قال: يا أهل الكوفة أنتم رأس العرب وجمجمتها، وسهم الذي أرمي به إن أتاني شيء منها هنا وها هنا، كما قلنا في المصنف الجزء السادس. جيم، ابن أبي شيبة في المصنف جزء سادس، عن عامر قال: كتب عمر إلى أهل الكوفة. ماذا كتب عمر؟ قال: إلى رأس أهل الإسلام، إلى رأس أهل الإسلام. دال، البخاري فضائل الصحابة. لا زال الكلام في سادسا، في التاريخ والأثر عن الخليفة عمر قد ثبت للعراق ما يخالف قول الألباني وباقي أتباع التيمية. في فرع دال يقول: البخاري فضائل الصحابة، عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة، وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف، قال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال: حملناها أمرا هي له مطيقة، ما فيها كبير فضل. قال: انظر أن تكون حملتم الأرض ما لا تطيق. لاحظ يؤكد عليهما أن لا يحمل الأرض ما لا تطيق. يقال: انظر أن تكون حملتم الأرض ما لا تطيق. قال: قال لا. فقال عمر: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. لاحظ، قال: فقال عمر: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال: فما أتت عليه إلا رابع يوم رضي الله عن عمر. رابع يوم حصل حادث اغتيال عمر وجريمة اغتيال عمر. يقول: فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب. قال عمر: تقدم عمر فكبر، وربما قرأ سورة يوسف، فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب، قتلني الكلب حين طعنه، فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا، مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، هذا البرنس أي الثوب الذي فيه كما يسمى نحن عندنا غطاء رأس، فيه هذا يسمى كبوس أو ما يرجع إلى هذا.
إذن هو فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، فلما ظن العلجو أنه مأخوذ نحر نفسه. قال عمر: يا ابن عباس انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال: غلام المغيرة. قال: الصنع، صاحب الصنعة، الصنع. قال عمر: الصنع؟ قال: نعم. قال: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا. يقول قال: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا. احفظ هذه. ماذا يقول الخليفة عمر؟ يقول: لقد أمرت به معروفا. حتى نعرف بأنه من يبرر بأن هذا العلج عندما قتل الخليفة يقول إنه قد غضب على الخليفة لأنه عامله معاملة غير جيدة، أو لأنه لم يستجب له، أو لأنه لم يعمل له معروفة. وهنا الخليفة يقول: لقد أمرت به معروفة. سنعرف بعض التفصيل عن هذا الأمر. يقول: الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيدي رجل يدعي الإسلام، بيدي رجل يدعي الإسلام. الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيدي رجل يدعي الإسلام. قد كنت أنت الكلام مع ابن عباس، عمر يتحدث مع ابن عباس يقول له: قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، وكان العباس أكثرهم رقيقة، فقال: إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا. ابن عباس يقول: إن شئت قتلنا، إن شئت فعلت. قال: كذبت، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم، أبعد هذا تريد أن تقتل الناس؟ يا عبد الله ابن عمر انظر إلى ما علي. التفت جيدا، عمر يوصي ابنه يقول: يا عبد الله ابن عمر انظر ما علي من الدين. هذا خليفة المسلمين الذي فتح بلاد الشرق وبلاد الغرب. انظر إلى وصية عمر ماذا يقول: يا عبد الله ابن عمر انظر ما علي من الدين، فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه، دين مسجل مقيد في ذمة الخليفة يجب أن يصل إلى الناس. لم يسرق، لم يسلب، لم ينهب، لم يختص بأموال المسلمين. يقول: فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. قال: إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم، فأدي عني هذا المال. انتهى المقتبس من رواية البخاري. أقول أسجل أمرين. الأمر الأول: حذيفة اليمان رضي الله عنه كان واليا على المدائن من قبل الخليفة عمر، وعثمان بن حنيف كان قد كلفه الخليفة عمر على خراج العراق أرض السواد، وهذا يعني أن كلام الخليفة الثاني كان بلحاظ العراق وأهل العراق وأرامل العراق وأيتامهم والتخفيف عن العراق وأهل العراق. قال: وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف، قال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال: حملناها أمرا هي له مطيقة، ما فيها كبير فضل. قال: انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق. قال: لا. فقال عمر: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. الأمر الثاني: لا أريد الدخول في التفصيل لعدم مناسبة البحث، لكن لابد من الإشارة، أو لابد من إشارة ضرورية تتناسب مع خطورة الحادثة وعظمها. في هذا الأمر الثاني أيضا ألف وباء وجيم وإلى آخره. ألف:
أقول لا يخفى على العاقل أنه إذا وقعت جريمة فإن المحقق والباحث وكل عاقل ينظر إلى المستفيد منها، وخاصة إذا كان هناك شخص أو جهة مستفيدة ومستفيد أكبر مع وجود تهمة ثابتة واقعا تدل عليها الأفعال والأقوال والمواقف. باء، هنا جريمة اغتيال رئيس الدولة وخليفة المسلمين، واقترن اغتياله مع تصريحه وتعهده في بسط العدل والأمان في العراق وبين أهل العراق. قال: أتخافان أن تكون قد حملتم الأرض ما لا تطيق؟ انظر أن تكون حملتم الأرض ما لا تطيق، لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا، فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب. جيم، المغيرة كان واليا على الكوفة لكنه كان ممنوعا من جبي الأموال، وكان عثمان بن حنيف هو المسؤول عن ذلك، وكان عمر قد التقى بمسؤولي العراق عثمان وحذيفة وأوصاهما بالعراق وأهله خيرا، وتعهد بأن يجعل العراقيين في خير وأمان إلى الحد الذي لا تحتاج فيه أرامل العراق إلى الرجال، وكل ذلك حصل دون حضور والي الكوفة المغيرة. دال، لنتعرف هنا على جانب من شخصية المغيرة وسيرته. في سير أعلام النبلاء للذهبي يقول: وروى الواقدي قال المغيرة بن شعبة: كنا متمسكين بديننا ونحن سدنة اللات، فأراني لو رأيت قومنا قد أسلموا ما تبعتهم. فأجمع نفر من بني مالك الوفود، أيضا الآن يعني خطر في ذهني في بالي التهمة الجاهزة إلى هذا القوم أو إلى ذاك القوم، إلى هذا المجتمع أو إلى ذاك المجتمع، إلى هذا الصنف إلى ذاك الصنف، إلى هذا البلد إلى ذاك البلد، التهمة جاهزة. وأيضا كما يسوق الدواعش الآن على عنوان الفرس والمجوس وعنوان الصفويين على كل من يخالف هذا الخط، حتى لو لم يكن من الشيعة أيضا يتهم بهذه التهمة، وأنهم مع المجوس أو من المجوس أو مع الصفويين أو مع ما يرجع إلى هذا العنوان. الآن لا نريد أن نذكر الأسماء والعناوين، لكن لا يصح أن حتى الإنسان لو كان هو على عبادة النار كان من المجوس وأسلم، كان على اليهودية فأسلم، كان على النصرانية فأسلم، كان على عبادة الأصنام والأوثان فأسلم، كما هنا كانوا سدنة اللات. ما هو الفرق؟ يعني عندما يقال لهذا أنت مجوسي وأصلك مجوسي، فأنت من أين؟ أنت من جماعة اللات والعزة وهبل والأصنام والأوثان، وتقول هذا يهودي وابن سبأ يهودي، والشيعة أخذوا من اليهود وأخذوا من المجوس وأخذوا من الحرانية وأخذوا من الصابة، وأنت من أين أخذت؟ أخذت من اللات والعزة ومن الأصنام والأوثان. هل يصح هذه التهم التافهة؟ هل يصح هذا الكلام التافه؟ والمشكلة هنا، هنا هذه المشكلة. يعني هو في أردأ وأسوأ وأقذر حالات التجسيم والإشراك والوثنية والصنمية وعبادة الأوثان، ويتهم الآخرين بالإشراك. هذه المشكلة هنا، ويقتل الآخرين على أساس أنهم واحد وباقي الناس هم في شرك ووثنية وكفر. يتهم الناس، يتهم الشيعة وهم العرب وأصل العرب، يتهم الشيعة بأنهم من الصفويين ومن الفرس ومن المجوس، وعندما تسطر الآن أئمة الشيعة وأئمة الدواعش، وضع نسبة لا يوجد مقارنة، أكثر من 90% من أئمة الدواعش، إذا لم نقل 100% بحيث باقي الأرقام الأئمة العرب لا ذكر لهم ولا يقارن عددهم مع باقي الأعداد، ستجدهم من الأعاجم. وأئمة الشيعة تجدهم هم العرب، هم أصل العرب،
ومنبع العروبة. لكن ليس الكلام بهذه الخصوصية، الكلام بالإيمان بالأفعال بالأقوال بالصدق بالإسلام بالإنسانية بالأخلاق بالرحمة بالأمان بالسلام. إذن يقول في سيرة أعلام، إذن الآن قلنا دال لنتعرف هنا على جانب من شخصية المغيرة وسيرته. في سير أعلام النبلاء الذهبي وروى الواقدي قال المغيرة بن شعبة: كنا متمسكين بديننا ونحن سدنة اللات، فأراني لو رأيت قومنا قد أسلموا ما تبعتهم. يقول لو قومي أسلموا ما تبعتهم. إذن ما هو سبب إسلامك أو سبب إسلامك يا مغيرة؟ يقول فأراني لو رأيت قومنا قد أسلموا ما تبعتهم، فأجمع نفر من بني مالك الوفود على المقوقس وإهداء هدايا له، فأجمعت الخروج معهم، فاستشرت عمي عروة بن مسعود فنهاني وقال ليس معك من بني أبيك أحد، فأبيت وسرت معهم وما معهم من الأحلاف غيري حتى دخلنا الإسكندرية، فإذا المقوقس، هذا الكلام في مصر، يقول حتى دخلنا الإسكندرية فإذا المقوقس في مجلس مطل على البحر، فركبت زورقا حتى حاذيت مجلسه فأنكرني وأمر من يسألني، فأخبرته بأمرنا وقدومنا، فأمر أن ننزل في الكنيسة وأجرى علينا ضيافة، ثم أدخلنا عليه أدخلنا عليه، فنظر إلى رأس بني مالك فأدناه وأجلسه معه، ثم سأله أكلكم من بني مالك؟ قال نعم سوى رجل واحد، فعرفه بي، فكنت أهون القوم عليه وسر بهداياهم وأعطاهم الجوائز وأعطاني شيئا لا ذكر له، وخرجنا فأقبلت بنو مالك يشترون هدايا لأهلهم ولم يعرض علي أحد منهم مواساة، وخرجوا وحملوا معهم الخمر. أجلكم الله. يقول وخرجوا وحملوا معهم الخمر فكنا نشرب، فأجمعت على قتلهم. لاحظ هذا هو السبب، سبب دخول المغيرة الإسلام. يقول فأجمعت على قتلهم وخرجوا وحملوا معهم الخمر فكنا نشرب فأجمعت على قتلهم، فتمارفت وعصبت رأسي فوضعوا شرابهم، فقلت رأسي يصدع أو يصدع ولكني أسقيكم، فلم ينكروا، فجعلت أصرف لهم وأترع لهم الكأس فيشربون ولا يدرون حتى ناموا سكرا، فوثبتوا وقتلتهم جميعا وأخذت، لاحظ قتلهم جميعا، فوثبت وقتلتهم جميعا وأخذت ما معهم، فقدمت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأجده جالسا في المسجد مع أصحابه وعلي ثياب السفر، فسلمت فعرفني أبو بكر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله الذي هداك للإسلام. قال أبو بكر أبن مصر أقبلتم؟ قلت نعم. قال ما فعل المالكيون؟ قلت قتلتهم وأخذت أسلابهم وجئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليخمسها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما إسلامك فنقبله ولا آخذ من أموالهم شيئا، لأن هذا غدر. لاحظ غدر حتى بالغربي بالأوروبي بالأمريكي بالشرقي بالغربي بالشيعي بالصوفي، هذا غدر. يقول ولا أخذ من أموالهم شيئا لأن هذا غدر ولا خير في الغدر، فأخذني ما قرب وما بعد، وقلت إنما قتلتهم وأنا على دين قومي ثم أسلمت الساعة. قال فإن الإسلام يجب ما كان قبله. وكان قتل منهم 13، فبلغ ثقيفا بالطائف فتداعوا للقتال، ثم اصطلحوا على أن يحمل عمي عروة بن مسعود 13 دية
وأقمت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى اعتمر عمرة الحديبية، فكانت أول سفرة خرجت معه فيها. انتهى هذا الشاهد في سير أعلام النبلاء. وفي البداية والنهاية ولا زال الكلام هو في التعرف على جانب من شخصية المغيرة. في البداية والنهاية جزء ثامن، وفي الإصابة جزء الثالث. قال: وكان جابر أو قبيصة بن جابر يقول: صحبت المغيرة بن شعبة، فلو أن مدينة لها 8 أبواب لا يخرج من بابها إلا بمكر، أو لا يخرج من بابها إلا بمكر، يقول: لخرج المغيرة من أبوابها كلها. وابن حجر العسقلاني في الإصابة في تمييز الصحابة قال في تسلسل 8185، قال: المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي. وذكر البغوي أن المغيرة استأذن على عمر فقال أبو عيسى، أن المغيرة استأذن على عمر فقال أبو عيسى، فقال عمر: من أبو عيسى؟ قال: المغيرة بن شعبة. قال: المغيرة بن شعبة. قال عمر: فهل لعيسى من أب؟ فشهد له بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكنيه بها، فقال عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غفر له، وإنا لا ندري ما يفعل بنا، وكناه أبا عبد الله. هنا أقول: النبي صلى الله عليه وآله وسلم كناه بأبي عيسى، ولكن ليس هذا فقط، بل كان صلى الله عليه وآله وسلم يكنيه بها تكرارا إلى الحد الذي شاع ذلك بين الصحابة، فشهدوا له بذلك. ولكن إن صح الكلام فأين الخليفة ابن الخطاب رضي الله عنه مما فعله الرسول الكريم عليه وعلى آله الصلاة والسلام مع المغيرة وتكنيته له بأبي عيسى؟ ولو كان الخليفة عمر قد صدق الشهود، فلماذا غير كنية المغيرة التي كناه بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجعله أبا عبد الله بدلا من أبي عيسى؟ وما علاقة الكنية بأبي عيسى وعدم وجود أبي عيسى عليه السلام؟ ويا ترى هل يلتفت النبي العاقل المنصف لمضمون الروايات إضافة لرواتها والظروف المحيطة بصدورها؟ ماذا أقصد هنا؟ أقول: فهل سأل الإنسان العاقل نفسه هل ارتكب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذنبا عندما كناه بأبي عيسى حتى يقول الخليفة الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غفر له وإنا لا ندري ما يفعل بنا؟ هل ارتكب ذنبا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي بهذا الشاهد وبهذا الكلام يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غفر له وإنا لا ندري ما يفعل بنا؟ وأخيرا أقول: إذا كان الأمر محذورا وخطرا أعرض عنه خليفة المسلمين وحذر منه وبدله، فلماذا تمت مخالفة قول وفعل الخليفة فتمسك المغيرة والصحابة وأهل الحديث والرواية والمؤرخون وأصحاب السير وغيرهم تمسكوا بكنية أبي عيسى ولم يتمسكوا بالكنية التي كناه بها الخليفة الثاني؟ استفهامات. وفي تاريخ دمشق ابن عساكر قال: ذكر من اسمه يرفع، تسلسل 8232، يرفع مولى عمر ابن الخطاب وحاجبه. هذا هو العنوان، تحت هذا العنوان يقول: قال المغيرة بن شعبة: أنا أول من رشى في الإسلام، كنت آتي فأجلس بالباب فأنتظر الدخول على عمر بن الخطاب، فقلت ليرفع حاجب عمر: خذ هذه العمامة فإن عندي أختا لها لتلبسها، فكان يدخلني حتى أجلس وراء الباب، فمن رآني قال إنه ليدخل على عمر في ساعة ما يدخل عليه فيها أحد، كما قلنا في تاريخ دمشق، وكذلك في الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر. وكان المغيرة يقول: أنا أول راش رشى في الإسلام، جئت إلى يرفع حاجب عمر وكنت أجالسه، فقلت خذ هذه العمامة فالبسها،
فإن عندي أختها فكان يأنس لي ويأذن لي أن أجلس من داخل الباب، فكنت آتي فأجلس في القائلة فيمر المار فيقول إن للمغيرة عند عمر منزلة، أو في روايات حسب الرواية يقول فمن رآني قال إنه لا يدخل على عمر في ساعة لا يدخل غيره، كما عند ابن حجر العسقلاني في الإصابة في تمييز الصحابة. وقال ابن حجر في الإصابة تحت تسلسل 8185 المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي يقول وأخرج البغوي استعمل عمر المغيرة على البحرين فكرهوه وشكوا منه فعزله فخافوا أن يعيده عليهم فجمعوا 100,000، لاحظ فعزله فخافوا أن يعيده عليهم فجمعوا 100,000 فأحضرها الدهقان أو الدهقان أو الدهقان فأحضرها الدهقان إلى عمر رئيس القرية رئيس المدينة الواجهة الرمز الشيخ المرجع لا أعرف، فأحضرها الدهقان إلى عمر فقال إن المغيرة اختانة أي خانة وغدر اختانة هذه فأودعها عندي فدعاه فسأله، إذن فدعا عمر المغيرة فسأله، لاحظ مر علينا بأنه داهية إذا كانت 7 أبواب لا يخرج منها إلا بحيلة ومكر فهو يخرج من الجميع، يقول فدعاه عمر فسأله فقال المغيرة كذب إنما كانت 200,000، هذا جمع كم؟ جمع 100,000، فالمغيرة أكد الكلام قال هذا كاذب أنا وضعت عنده 200,000، يقول كذب إنما كانت 200,000، فقال عمر وما حملك على ذلك؟ قال المغيرة كثرة العيال، فسقط في يد الدهقان أو الدهقان أو الدهقان فسقط في يد الدهقان فحلف، هذا الدهقان حلف وأكد الأيمان أنه لم يودع عنده قليلا ولا كثيرا، إذن اعترف الدهقان على نفسه، فقال عمر للمغيرة ما حملك على ذلك؟ قال المغيرة إنه افترى علي فردت أن أخزيه. وذكر ابن حجر في الإصابة في تسلسل 8185 المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي يقول والله عمر البصرة ففتح ميسان وهمذان وعدة بلاد إلى أن عزله لما شهد عليه أبو بكر ومن معه، بماذا شهدوا عليه؟ عندنا نقاش وسجلنا بعض التعليقات وبعض الكلام عن رواية وردت في صحيح البخاري تتناول قضية شهادة الصحابي أبي بكر ومن معه على المغيرة. وفي تاريخ دمشق ابن عساكر قال في تسلسل 8349 يزيد بن معاوية تحت عنوان يزيد بن معاوية الآن يقول سمع المغيرة بن شعبة يقول لقد وضعت رجلي معاوية في غرز طويل غيه على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو في غرز غي لا يزال فيه إلى يوم القيامة، يعني بيعة يزيد، كذلك في الذهبي في سيرة الأعلام. وفي سيرة أعلام النبلاء الصحابة رضوان الله عليهم المغيرة بن شعبة قال الذهبي عن عبد الله بن ظالم قال كان المغيرة ينال في خطبته من علي وقام خطباء ينالون منه، لاحظ الذهبي يقول المغيرة كان ينال من علي وقام خطباء ينالون من علي، يقول أقول المغيرة والي الكوفة صحابي من الصحابة الرضوانيين، ينال من الصحابي البدري الرضواني الخليفة الرابع علي عليه السلام ويلعنه ويقيم خطباء يلعنون عليا وينالون منه إرضاء لسيده وإمامه ورئيس دولته معاوية، ليس فقط هذا وإنما يرغمون الناس على لعن علي وسب علي والنيل من علي، وكتب التاريخ والأثار والروايات والأحاديث فيها عشرات ومئات الشواهد، وذكرنا لكم بعض الشواهد حتى على لسان الخلفاء يحرفون القرآن يحرفون الروايات من أجل أن تطبق على علي من أجل أن يفترى بها على علي عليه السلام. إذن انتهى الكلام في دال
وكان الكلام في دال لنتعرف هنا على جانب من شخصية المغيرة وسيرته. ننتقل إلى هاء. منفذ الجريمة مملوك للمغيرة بن شعبة، وحسب تصريح عمر رضي الله عنه أن قاتله لم يكن مسلما بل كان مجوسيا، فلا يجوز له دخول المدينة وأرض الجزيرة، بل حسب بصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يطرد هؤلاء، يخرج هؤلاء، يخرج هؤلاء، يخرج هؤلاء من أرض الجزيرة. إذن كان مجوسيا فلا يجوز له دخول المدينة وأرض الجزيرة حسب بصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتنفيذ أمر للوصية بدقة وإصرار. فهنا سؤال عن السماح بدخول قاتل عمر المجوسي المدينة، كيف دخل هذا المجوسي إلى المدينة؟ إذن فهنا سؤال عن السماح بدخول قاتل عمر رضي الله عنه المجوسي إلى المدينة، دخول هذا القاتل المجوسي، كيف دخل المدينة وهو مجوسي، وكيف قبل عمر دخوله المدينة، ولماذا وافق الخليفة على طلب إدخاله عندما طلب ذلك منه المغيرة بن شعبة مالك أبي لؤلؤة قاتل الخليفة عمر؟ إذن هذا المغيرة هو الذي كان مالكا لأبي لؤلؤة، هو المالك، هذا مولى للمغيرة، هو الذي قتل الخليفة عمر. كيف دخل إلى المدينة؟ من الذي أدخله إلى المدينة؟ لماذا وافق الخليفة على دخوله إلى المدينة؟ ففي تاريخ الطبري الجزء الثاني قال عمر: اخرج فانظر من قتلني. فقال: يا أمير المؤمنين، قتلك أبو لؤلؤ غلام المغيرة بن شعبة. قال: الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل سجد لله سجدة واحدة. قال: الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل سجد لله سجدة واحدة. وفي البخاري فضائل الصحابة. قال ابن عباس: انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال: غلام المغيرة. قال: الصنع؟ قال: نعم. قال: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام. وروى المسعودي: وكان عمر لا يترك أحدا من العجم. التفت هذا يقول المسعودي، يقول كما في مروج الذهب، يقول المسعودي: وكان عمر لا يترك أحدا من العجم يدخل المدينة، فكتب إليه المغيرة بن شعبة: إن عندي غلاما نقاشا نجارا حدادا فيه منافع لأهل المدينة، فإن رأيت أن تأذن لي في الإرسال به فعلت. فأذن له، وكان المغيرة جعل عليه كل يوم درهمين، يأخذ من هذا الغلام يأخذ درهمين، قد جعل عليه كل يوم درهمين، وكان يدعي أو يدعى أبا لؤلؤه، وكان يدعى أبا لؤلؤه، وكان مجوسيا من أهل نهاوند، فلبث ما شاء الله. ثم أتى عمر يشكو إليه ثقل خراجه، أتى إلى عمر يشكو ثقل خراجه، فقال له عمر: وما تحسن من الأعمال؟ فقال: نقاش نجار حداد. فقال له عمر: ما خراجك بكثير؟ يعني الدرهمان ليست بكثير على هذا العمل. فقال له عمر: ما خراجك بكثير في كنه ما تحسن من الأعمال؟ فمضى عنه وهو يتذمر. قال: ثم مر بعمر يوما آخر وهو قاعد، فقال له عمر: ألم أحدث عنك أنك تقول لو شئت أن أصنع رحى تطحن بالريح لفعلت؟ فقال أبو لؤلؤة: لأصنعن لك رحى يتحدث الناس بها. ومضى أبو لؤلؤة. فقال عمر: أما العلج فقد توعدني آنفا، أو أما العلج فقد توعدني آنفا، أما العلج فقد توعدني آنفا. فلما أزمع أبو لؤلؤة بالذي أوعد به أخذ خنجرا فاشتمل عليه، ثم قعد لعمر في زاوية من زوايا المسجد في الغلس،
وكان عمر يخرج في السحر فيوقظ الناس للصلاة، فمر به فثار إليه فطعنه 3 طعنات، إحداهن تحت سرته وهي التي قتلته، وطعن 12 رجلا من أهل المسجد، فمات منهم 6 وبقي 6. المسعودي في مروج الذهب وأيضا في تاريخ المدينة ابن شبة. واو، لا نبتعد عن العنصر المهم المفيد في كشف مؤامرة الاغتيال، حيث أن كعب الأحبار كان يعلم بمقتل عمر بأيام، وقد أخبره بأن يوصي ويستعد للموت بعد أيام. قال الطبري: جاءه كعب الأحبار فقال له: يا أمير المؤمنين، اعهد فإنك ميت في 3 أيام. قال عمر: وما يدريك؟ قال عمر: وما يدريك؟ لاحظ، من المجوس؟ من اليهود؟ من السبائية؟ التفت جيدا، التفت هنا، من السبائية هنا؟ من هم اليهود؟ يقول: قال أجده. لاحظ، هذا هو قرآن الدواعش، هذا هو كتاب التيمية ومصدر التيمية، هذا هو مصدر التسيين. قال كعب: أجده في كتاب الله عز وجل، أجده في كتاب الله عز وجل. ما هو كتاب الله التيمي الداعشي التكفيري؟ ما هو؟ التوراة، التوراة. قال: أجده في كتاب الله عز وجل، التوراة، بدون خجل وبدون حياء. يتهمون الشيعة بأنهم من المجوس، من اليهود، من السبائية. التفت ماذا يقول؟ قال: أجده في كتاب الله عز وجل، التوراة. هل سكت عمر على هذه العبارة؟ أم أنتم أيها الدواعش من دسستم ووضعتم هذه العبارات في كتب الروايات؟ قال: أجده في كتاب الله عز وجل، التوراة، أجد صفتك وحليتك وأنه قد فنى أجلك. الآن كل من يقتل الآن بعنوان منجم، بعنوان ساحر، بعنوان مشعوذ، بعنوان وثني، هل يفعل أكثر مما يفعله كعب هنا مع الخليفة الثاني؟ أيضا يأتيك بكلام من القرآن، من الإنجيل، من التوراة، من زبور الدواعش، من زبور التيمية، كما يفعل كعب الأحبار هنا. أتى بخبر للخليفة. ما هو الفرق بين تنجيم كعب الأحبار وتنجيم من يتهم بأنه منجم مساحر من أهل صلاح الدين، من الموصل، من الكربلاء، من البصرة، من دمشق، من مصر؟ ما هو الفرق بين هذا وهذا؟ هذا ثابت عليه ويسمي الإنجيل هو كتاب الله عز وجل، وهذا إن قال فيقول من القرآن، من السنة، من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا يذبح الناس هنا وكعب الأحبار يقبل تنجيمه هناك؟ يقول: قال أجده في كتاب الله عز وجل، التوراة، أجد صفتك وحليتك وأنه قد فنى أجلك. فلما كان من الغد جاءه كعب فقال: يا أمير المؤمنين، ذهب يوم وبقي يومان. ثم جاءه من غد الغد فقال: ذهب يومان وبقي يوم وليلة. فلما كان الصبح خرج عمر إلى الصلاة، ودخل أبو لؤلؤ في الناس في يده خنجر له رأسان نصابه في وسطه، فضرب عمر 6 ضربات إحداهن تحت سرته وهي التي قتلته، كما في الطبر الجزء الثاني ومثله في البداية والنهاية لابن كثير. وفي تاريخ المدينة قال ابن شبة، إذن في تاريخ المدينة قال ابن شبة أن كعب الأحبار جاء إلى عمر بن الخطاب قبل مقتله ب3 أيام، قال له: أعهد فإنك ميت في 3 أيام. قال: وما يدريك؟ قال: أجده في كتاب الله عز وجل، في التوراة. وقال عمر: قبيل وفاتي توعدني كعب 3 أعدها أو أعدها، ولا شك أن القول ما قال لي كعب. فلما طعن دخل عليه كعب فقال: ألم أنهك؟ قال: بلى، ولكن كان أمر الله قدرا مقدورا. هذا في تاريخ المدينة لابن شبة ومثله في تاريخ الطبري. زاي الاستفهام الأغرب أنه بالرغم من أن المغيرة نفسه يدفع الرشاة من أجل الدخول على الخليفة عمر، وبالرغم من التحذيرات المتنوعة والمتكررة من كعب وغيره، فيأتي الاستفهام عن أنه كيف دخل القاتل المسجد ونفذ جريمته بكل سهولة وإنسيابية إلى الحد الذي
يقدم عمر عبد الرحمن بن عوف لإمامة المصلين وتتم الصلاة، والمصلون لا يعلمون بما حصل إلا النفر القليل ممن كان في الصف الأول والقريب من موقع الجريمة. وبالرغم من أن القاتل قد قتل 7 من المصلين وطعن 6 آخرين قبل أن ينتحر أو يقتل، فتختفي آثار ودوافع وأصول ومنابع الجريمة. ففي البخاري في فضائل الصحابة قال: فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني، قتلني الكلب حين طعنه فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه حتى طعن 13 رجلا، مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجلا من المسلمين طرح عليه برنسا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه. فمن يلي عمر فقد رأى الذي أراه، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة. وفي البداية والنهاية جزء 7 قال: ثم دخلت سنة 23 وفيها وفاة عمر بن الخطاب. وفاة عمر بن الخطاب تحت هذا العنوان. وقال ابن جرير: وفي هذه السنة، هذا في البداية والنهاية، في البداية والنهاية يقول: وقال ابن جرير: وفي هذه السنة حج عمر بأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي آخر حج حجها رضي الله عنه. قال: وهي هذه السنة كانت وفاته. ولا أن يقول وملخص ذلك أنه رضي الله عنه لما فرغ من الحج سنة 23 ونزل بالأبطح، دعا الله عز وجل وشكى إليه أنه قد كبرت سنه وضعفت قوته وانتشرت رعيته وخاف من التقصير، وسأل الله أن يقبضه إليه وأن يمن عليه بالشهادة في بلد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاتفق له أن ضربه أبو لؤلؤة فيروز المجوسي الأصل الرومي الدار، وهو قائم يصلي في المحراب صلاة الصبح من يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة من هذه السنة بخنجر ذات طرفين، فضربه 3 ضربات وقيل 6 ضربات فخر من قامته. واستخلف عبد الرحمن بن عوف ورجع العلج بخنجره لا يمر بأحد إلا ضربه، حتى ضرب 13 رجلا مات منهم 6. فألقى عليه عبد الله بن عوف برنسا فانتحر نفسه لعنه الله. حاء: يدخل الداهية بن العاص على الخط فيجتمع بالداهية المغيرة، فيأتيان إلى مكان اجتماع أهل الشورى للتجسس واستراق السمع، فإذا بسعد بن أبي وقاص يرميهما بالحصى فيطردهما من المكان. وفي البداية والنهاية قال ابن كثير: فلما فرغ من شأن عمر جمعهم المقداد بن الأسود يقول: فجلسوا في البيت وقام أبو طلحة يحجبهم، وجاء عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة فجلس من وراء الباب فحصبهم سعد بن أبي وقاص وطردهما وقال: جئتما لتقولا حضرنا أمر الشورى. أيضا ذكر هذا المعنى وذكره محمد حسين هيكل في كتابه الفاروق عمر. إذن هذا في البداية والنهاية، وفي الفاروق عمر لي هيكل. الداهية الأكبر الذي استطاع أن ينتعزع السلطة من آل أبي سفيان ويجعلها له ولبنيه كان المستفيد الأكبر من رحيل الخليفة الثاني. فإضافة للواجهة والمال والسلطة، فإن العنصر المهم في تحقيق ذلك وغيره هو كسر الأمر النبوي بطرد أبيه الحكم حين طرده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما رفض الخليفتان الأول والثاني رضي الله عنهما كل الوساطات التي سعت لإسقاط الطرد عنه والسماح له بالعودة إلى المدينة وغيرهما. حتى الوساطة التي قام بها عثمان لم يستجيب لها، بل تزداد وتتضاعف الرغبة في التخلص من الخليفة عمر، من حيث أنه شدد النفي والطرد على الحكم فزاد في نفيه 40 فرسخة. لكن سرعان ما حقق مروان ما يريد في خلافة عثمان. قال الشهرستاني في الملل والنحل: وأخذوا عليه أحداثا
وأخذوا عليه أحداثا كلها محالة على بني أمية، أي أخذوا على الخليفة الثالث على عثمان. يقول وأخذوا عليه أحداثا كلها محالة على بني أمية، منها يذكر الكثير منها، أنا أقتبس، يقول منها رده الحكم بن أمية إلى المدينة بعد أن طرده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يسمى طريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد أن تشفعا إلى أبي بكر وعمر أيام خلافتهما فما أجاب إلى ذلك، ونفاه عمر من مقامه باليمن 40 فرسخة. ومنها تزويجه مروان بن الحكم ابنته، وتسليمه 5 غنائم أفريقية له، 5 غنائم أفريقية سلمها لمروان. وفي المختصر في أخبار البشر قال أبو الفداء: ثم دخلت سنة 34 وتكاتب نفر من الصحابة بعضهم إلى بعض أن أقدموا في الجهاد عندنا، ونال الناس من عثمان وليس أحد من الصحابة ينهى عن ذلك، ونال الناس من عثمان وليس أحد من الصحابة ينهى عن ذلك ولا يذب إلا نفر منهم زيد بن ثابت وأبو أسيد الساعدي وكعب بن مالك وحسان بن ثابت، ومما نقم أو نقب الناس عليه رده الحكم بن العاص طريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطريد أبي بكر وعمر أيضا، وأعطى مروان بن الحكم 5 غنائم أفريقية وهي 500,000 دينار، 500,000 دينار يعني 500,000 دينار ذهب. وكسروا واطلعوا على كم كيلو من الذهب أعطاه لمروان. وقال أبو الفداء: وقطع مروان بن الحكم فدكا، وهي صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي طلبتها فاطمة عليه السلام، سلام الله على فاطمة ونحن نعيش أيام فاطمة الزهراء عليه السلام، أخذها الخليفة الأول منها، أرجعها الخليفة الثاني إليهم، أرجعها إلى أهل البيت سلام الله عليهم، وأخذها عثمان وسلمها إلى مروان، وبعد هذا تكالب عليها آل مروان وآل أمية. وذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء الزهري قال: ولي عثمان فعمل 6 سنين لا ينقم عليه الناس شيئا، وإنه لأحب إليهم من عمر، لأن عمر كان شديدا عليهم، فلما وليهم عثمان لان لهم ووصلهم، ثم إنه توانى في أمرهم واستعمل أقرباءه وأهل بيته في 6 الأواخر، وكتب لمروان بخمس مصر أو بخمس أفريقية، وآثر أقرباءه بالمال، وتأول في ذلك الصلة التي أمر الله بها، واتخذ الأموال واستسلف من بيت المال، وقال إن أبا بكر وعمر تركا من ذلك ما هو لهما، يعني يقول قالوا له: لماذا لا تنتهج نهج الخليفة الأول والثاني وعلى سنة الخليفة الأول والثاني وأنت قد شرط عليك هذا الشرط؟ يقول: هو كان من حقهم أن يستغلوا هذه الأموال لكنهم تركوا هذا الحق، فأنا لا أترك هذا الحق، وهذا حقي أستخدم هذا الحق. لاحظ الآن القرابة إذا كانوا من الأمويين فهذه مسموحة عند الدواعش، هذا أخو الخليفة وخال المؤمنين وابن عم المعروف من الناس، ليس عندنا مشكلة، المهم ما دام هو من الأمويين وانتهى الأمر. أما أقارب النبي فهنا نأتي إلى الحد والتكفير والإرهاب التيمي الداعشي، هنا يقال لا يجوز، كل إنسان على عمله، ولا يوجد قربة ولا يوجد شفاعة عندما يصير الكلام مع أهل البيت سلام الله عليهم، أما مع الأمويين فكل شيء مسموح لهم. يقول: وآثر أقرباءه بالمال وتأول في ذلك الصلة التي أمر الله بها، واتخذ الأموال واستلف من بيت المال، وقال إن أبا بكر وعمر تركا من ذلك ما هو لهما، وإني أخذته فقسمته في أقربائي، فأنكر الناس عليه ذلك. وفي الإمامة والسياسة قال ابن قتيبة الدنيوري:
أن إناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعوا فكتبوا كتابا ذكروا فيه ما خالف فيه عثمان من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنة صاحبيه وما كان من هبته خمس أفريقية لمروان وفيه حق الله وفيه حق الله ورسوله ومنهم ذوي القربى واليتامى والمساكين. وفي كتاب البدء والتاريخ للمقدسي قال تحت عنوان ذكر حصار عثمان وكان سبب ذلك أن الناس نقموا عليه وكان سبب ذلك أن الناس نقموا عليه أشياء فمن ذلك كفله بأقاربه كما قال عمر رضي الله عنه قال ستقرب ستأتي بأقاربك ألفته إلى هذا وحذره من هذا وخوفه من هذا. ويقول المقدسي يقول فمن ذلك كفله بأقاربه كما قاله عمر رضي الله عنه فآوى الحكم بن أبي العاص بن أمية طريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومنها أنه أقطع مروان بن الحكم فدك صدقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أعطاه خمس الغنائم من أفريقية يا كان واليا على ولاية من ولايات الشام وكان مطيعا للخليفة عمر أطوع من خادمه يرفأ وبعد اغتيال الخليفة توسعت سلطته فشملت كل الشام وكدست الكنوز والأموال وبنيت القصور وزينت بالذهب والفضة والديباج وصودرت الأراضي الشاسعات وصار ملكا مالكا للبلاد والعباد وكل ذلك كان محظورا زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ويأتي التفصيل في هذا المورد. والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأسألكم الدعاء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد.